السلام عليكم، ان شاء الله تعودوا بخير. مام جاتنا هذه انكار تاع ريفريجيراتور تاع مارك سامسونج، جانا سيد من البرج عنده بروبليم في لاليمونطاسيون تاعها. كلش قالنا ما يديماريش كاريمون. شا عندي انا بعد ما درت الميزور يعني بالمليمتر تاعي، شفت لي كومبوزون يعني لقيت كل شيء نورمال. دونك نديرو لها لاطونسيون ونشوفوها ان شاء الله ونطري باش نعرفوها. هنا ما كاش لو فاريستور راكم تشوفوا فيزيبل، نروحو ديريكتومون ريبيي لو بون دو ديو تاعنا لا بارتي انترناتيف. هاي هنايا مدايرين زوج شلطات هادو، نتبع بالميتيمتر تاعي نشوف الدخل تاعو. هادو هما لي فيش كاينه هادي، فوالا فوالا. خاصتنا الكوتي هذا نديرو منا، هادي ماشي هي، هادي ماشي هي، هادي هي. تسمى هادي هي لونطري تاعنا، ومنا توليت هنايا تخرج 330 فولت. هذيك هنايا تولي كورون كونتيني، تدخل لو كرون كوندونساتور. فوالا هنايا لا شارج كيما نقولو، هنايا لا شارج الكبيرة تاع الكوندونساتور، هذه هي الدخلة. دونك دونك حنايا نحكمو هادو، نديرو لو دو فيل هنا و لاليمونتي و نشوفو كاين دي ريغولاتور في لا سورتي. راكم تشوفو 78.05، كاين 2.05 تسمى نقاو 5 فولت، و كاينه وحده فيها 15 فولت نقاو 78.15 تسمى نقاو اون دوزيام طونسيون 60. هذا سيتي موتور انفرتر يمشي بالكونتينيو كيما تشوفو. هذه هي لافيش تاعو، و لا سورتي نلقاو 12.5 هنايا راهم دايرينها. و هذه هنايا وين يركب الموتور تاعنا، موتور انفرتر هذا. و هذا هو السيركوي لي يخدم مع الموتور راكم تشوفو فيها هنا. بعد ما شفنا كي برونشينا لقينا بروبليم هنا في تاع، هنا كاين هذا 5 فولت، هذا 5 فولت يخرج، وهذا ريغولاتور يخرج 15 فولت. دونك تشوفو يعني كل واحد عنده جي ان دي تاعو. هذا الاول دونك نشوفو قداه نلقاو، نلقاوها مليح هاهم. هاو الدخلة تاعو تدخلو الدوس، فوالا تخرج 5، فوالا راكم تشوفو فيها ستابل كلش. بار كونتر هنا دوزيام او الجي ان دي تاعو ندير توجور في كوندونساتور وندير هنا ديجا الدخلة. المهم هاني خرج هاني السايف، شوف قداه لقيت 3.6 والخرج 2.3. ديجا هنا بروبليم، ديجا هنا كاين اشكال. المهم وهنا تاني نديرو هذا الجي ان دي مابيش تاعو ورا، تسمى كاين اشكال هنا، الدخلة ماهيش مليحة والخرجة ماهيش مليحة في الريغولاتور هذا. وهذا 18 فولت والخرجة 15. راه ديجا هنا راهي انستاب، الخرجة ديجا تاع لي خرج 15 فولت ماهوش مليحة. مكان والو، حتى نشوفها 3.6 فولت. كاين مشكل هنا، دونك نبداو نديبرونشي ونحوسو على الإشكال وراه. في أول حاجة الفي سي سي تاع لو سيركوي هذا تاع لوسيلاسيون، هو اللي يدير البارتي بريمير يخرج البارتي سيكوندير. نشوف هاو الكوندونساتور تاعو اللي يغديه، نشوف اسكو لا طونسيون اني ستابل ولا ماهي ستابل ولا مليحه ماهيش مليحه. راكم تشوفو ديجا البي سي سي تاعو ماهوش مليحه. شو ساسبو مشكل ديجا لو كوندو هذا، لازم نشوفو نحيو نفيريفيو. ديجا ساسبو بروبليم في لابارتي بريمير، هي اللي خلات لابارتي سيكوندير ماهيش تخرج. صاصبي ميم لوسيلاتور مدار لنا المشكل هذا، تي او بي هذا فيه مشاكل كبار. دوك نعاودو نحيو هذا لو كوندو ونفيريفيو ان شاء الله اسكو مليح على كاباسيتي تاعو لا لا لا، ومن بعد نروحو ان شاء الله دوزيام ايتاب. بعد ما عاودنا هذا الكوندونساتور كيف كيف البروبليم توجور، بسم الله سيرينا دوكا خلاص مادام هذا، عاودنا له الفي سي سي تاع هذا لوسيلاتور. واش بدا نفيريفي لقيت المشكل في السانك هذا، دخلة عيانة وهنا تدخل 18 فولت باش تخرج الكان، سما هذه تاني اسيريتها بلاي مليحة كوندونساتور هذا مليح. دوكا عندي مشكل هنا، هنا دوكا خرج تدخل 18 وهنا تخرج 3، وهنا تدخل 3 وتخرج 2.5 ولا ماهيش حاجة. دوكا عندي بروبليم، شوف اسكو عندهم هادو لي ريغولاتور ماسكومين ولا لا. هاو الكوندونساتور دو شارج تاعهم يعني تاع الخرجة، شوف اذا عندهم ماسكومين. فوالا هذا تاع 18 فولت يعني دخلوا 18 يخرج ال 15، وهذا تاع 5 فولت. فوالا عندهم جي ان دي واحد
دونك نشوف هذا لو كوندونساتور صاصبي هو اللي مدير لنا المشكل. دونك هذا هو تاع كاين 18 اوم، هذاك هذا تاع الخرج. دونك نزيدو نشوفوه. بار كونتر هنا كاين اي نوتر 5 فولت تهز من الترونسفاتور من 12 فولت تخلو 12 تخلو 5. سما هذه لابارتي تهنينا منها مليح، عندنا مشكل هنا لابارتي هذه تحت بريمار تهنيت عاودت الكوندونساتور جو نحيت المشكل باللي هذا كوتي مليح. دونك عندنا مشكل هنا في ليطاج هذا ونشوفو ان شاء الله. بعد ما عاودتني الكوندونساتور دو فيلتراج تاع الخرجة المام بروبلام، واش عرفت باللي هذا جه 18 فولت يخرج 15 فولت 15 فولت تدخل هنا باش تخرج 5. دونك انا مادام هنا راكم تشوفوا يتبان هكذا، هنا 18 فولت كاينه. نشوف معاكم في الماكس لي سون تاعي راكم تشوفوا فيها هنا كاينه، هاي كاينه 18 فولت. ومن بعد 18 فولت تدخل له، هاي دخلت تخرج من هنا تخرج 15، ما هو هنا تخرج 15 فولت. فوالا انا كي تدخل طروه ومن بعد الطروه هذه تروح له، ما هو هنا 5 هنا تبي تخرج 2.5. تسمى البروبليم جاب لي ربي في الريغولاتور هذا، لازم ان شاء الله ماما عندي نحوس ونعاودوه ان شاء الله ونشوفو. بعد ما شرينا الريغولاتور ما لقيتش عندي، ما عندي 78 15، راكم تشوفوا فيها هنا ما لقيتوش، ما باش لقيتو في المارشي طولت لقيت 12 5 15 ناقص شويه. عند واحد يخدم الاندستري لقيت عنده، يعني ان شاء الله نحطوها في لاكارت الاليمونطاسيون تاع الانفرتر ان شاء الله ونشوفوا ان شاء الله كيف الحال، تمشينا ما تمشيناش. روز درت له راديواتور باش يبرد، خاطرش هذا سيستم ماشي كيما هذا جاي ديريكتومون بلاستيك، هذا فيه الميتال بيتاليك باش يبرد. درت له راديساج، جبت له يعني راديواتور ونحطوه ان شاء الله هنايا كما راكم تشوفوا هكذا ونشوفوا ان شاء الله. هلا راكم نحطوه ونوريكم ان شاء الله. بعد ما عاودتها راكم تشوفوا لا سودير ان لوريجين، هلا راني درت الفاليسر هذا راكم تشوفوا فيها ونسيو ان شاء الله. اسكو نلقاو لي 15 فولت، كي تعود لي 15 فولت خلاص تسقم كاع ان شاء الله يوليو يخرجوا كاع لي بونسيون ان شاء الله. هذه نشوفوا بعد ما عاودناه نشوفوا الكوندونساتور تاع الخرج. بسم الله 14.87، سما قول 15 فولت هنا تدخل 15 تخرج 5 فولت. فوالا هاي بربي ان شاء الله تمشي له. دوكا نحينا له المشكل، انا كانت بكري كاين 5 كان عندها لا مصلحه وحدها. نشوف هنا بسم الله، فوالا الحمد لله بالبركه عليه ان شاء الله. هاي ولات تمشي عادي ان شاء الله. نشوفوا هنا بسم الله كيما نشوفكم مليح سي بون الحمد لله، ريقلنا له المشكل. بعد ما عاودنا له الريغولاتور نشوفو فيه، درت له ريفراديسور راكم تشوفو فيه هنا خدمة نظيفة باش لا ديسيباسيون شالير تخرج ويعيش تاني ميسوطيلوش. نقولكم سلام عليكم، نزيد نفيريفي هنا 18 فولت هنا تخرج حق مبارك على مولاه. نقول لكم سلام.